مؤسسات رايلر لصناعة الأجهزة الإلكترونية برؤية بعيدة المدى والأهداف وأفكار حديثة في عالم التكنولوجيا، استطاعت الشركة أن تكسب خبرة كبيرة في هذا المجال. كفاءات مؤهلة ومجهودات مبذولة من طرف صاحب المؤسسة الذي يسعى دائما لتوفير كل ما يلزم من ظروف ملائمة لتقديم أفضل المنتوجات وبمعايير عالمية. خبرة وتجارب عدة اكتسبتها الشركة طيلة مسيرها من دول عالمية تتميز بتقديم أفضل للمنتوجات وبتكوينات عديدة لطاقمها بغرض اكتسابها الخبرة لتقديم أفضل وأجود المنتوجات لزبائنها داخل وخارج الوطن. طموحات شركة ريلان هي plus de création d'emploi نمدوا للمستهلك برودوي بجوده عاليه، نحاولوا نوصلوا للسعر اللي يناسب هذه الجوده هذه، كدليل على انه احنا طامحين انه شركه ريلان تروح لكل العالم. هي شراكتنا مع كبار العالم في الادوات الكهرومنزليه، اللي هما كنا مع إلكترولوكس الشركة السويدية، كنا مع اليابانيين شركة هيتاشي، والآن احنا مع LG الشركة الكورية. يعني هذه الشراكات كلها عاونوا ريلان أنها تكون عندها تكنولوجيا عالية، لأنه هم الوحيد نتاع ريلان هو نوصل للمستهلك ان بون برودوي، ان برودوي دو كاليتي. خطوة أخرى في عالم التصدير كانت من بين التجارب الناجحة التي تميزت بها شركة ريلان من تونس وليبيا وبلدان أخرى كانت لها فيها نصيب آخر من التحديات لتبرز بمنتوجات ذات نوعية رفيعة ومشرفة. الآن قمنا بعدة منتوجات في سيستم السيكادي، قمنا بتجهيز المؤسسة بعدة مكينات من أجل الدخول في المجال الواسع في هذه الصناعة الرائدة. العلامة الكورية الجنوبية الرائدة في مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية LG، مؤسستنا سعيدة بتواجدكم معنا في تدشين وحدة إنتاج الغسالات، والتي تتزامن مع احتفالية المؤسسة بالذكرى 20 لتأسيسها، وكذلك مع احتفالية الجزائر بعيد الاستقلال والشباب. المصنع يحتوي على خط إنتاج جديد، ونحن بصدد استلام بقية الآلات التابعة لخط الإنتاج والتي تخول للشركة إنتاج الغسالات وفق نظام التجميع الكامل والتفكيك للوصول إلى نسبة إدماج تفوق 50%. ليس من السهل عليك أن تثبت أن النجاح يأتي من عدم ولا بالصدفة، لكن بفضل حنكة مسؤوليها والصهر المستمر على أن تكون منتوجاتها في متناول الجميع، استطاعت شركة ريلان أن تنافس أكبر العلامات العالمية في عالم الإلكترونيات بمنتوجات رفيعة تتناسب مع السوق المحلية والدولية. We'll be right back.
ميلان هي شركة تسمى كما نقولوا عبر القطرة الوطنية يعني دركة، وبربي إن شاء الله راح تولي عالمية، ويعني حاجة ملاحة راهي، لأن من بكري نخدموا فيها، ويعني شحال كاين عمال بزاف هنايا كما نقولوا، محطتنا عمال بزاف، والحمد لله يعني الناس كل تخدم. شركة واش راح نقول لك، أنا خشيت لها سيلي باتير، وأنا الآن اللي عندي 4 أطفال الله يبارك، ثم مام يعني المسؤولين هنا ومول الشركة يعني الناس طيبين بارك فيك. سي دو فير بلوس دو كاليتي، نشغلوا ناس أكثر إن شاء الله، نحاولوا نخرجوا للعالمية. في كل مرة تقدم وتسعى جاهدة الشركة لكشف عن منتجات جديدة بالمشاركة بالمعارض والصالونات لتبني همزة وصل بينها وبين زبائنها، وتكون قريبة منهم لتقدم أفضل العروض المناسبة وبأسعار في متناول الجميع. عشرين سنة من الوجود لم تكن بالسهل على طاقمها، فكانت التحديات وبذلت مجهودات جبارة لتقدم منتوجات ذات جودة متنوعة لتصنع لها مكانا متميزا وسط منافسيها، لتسجل شركة ريلان حضورها في السوق الوطنية والدولية بكل قوة وعزيمة. أنا مرزوق إسماعيل مسير شركة ريلان. احنا جد سعداء باليوم الكبير هذا، لأنه في الصباح فتحنا درنا تدشين تاع مصنع جديد للغسالات، في النهار تاع الانيفرسار تاع 20 سنة. أنا جد سعيد لأنه كل بارتنير تاعنا حاضرين وعجبتهم التطور تاع الشركة تاعنا، ومن طوع عندنا معنا لي بارتنير تاعنا لي كوريان الجي اللي هي شركة رائدة عالمية ورائدة جدا في صناعة أجهزة كهرومنزلية. ما بين العلامات الجزائرية كامل اختاروا العلامة تاعنا، والحمد لله أنه المنتوج ريلان والمنتوج ألجي يتصنعوا في نفس المصنع بنفس الآلات وبنفس الأيادي الجزائرية. دونك احنا جد فخورين بالتكنولوجيا اللي وصلت لها ريلان، وحنا جد سعداء مع جميع الزبائن اللي حضروا معنا وجميع الصحافة وجميع السهرة العائلية هذه اللي كانت الآن. ومن أجل سيرورة حسنة للعمل، توفر شركة ريلان لطاقمها كل الظروف المساعدة لتطوير الإنتاج بما يخدم أهداف الشركة والرقي بها لمستويات تدفع بالاقتصاد الوطني للعالمية. 20 سنة اليوم راهي لانيفرسار تاعها، راهي عندها اكسبيريونس كبيرة في الأجهزة الكهرومنزلية، راهي جماعة كما نقولوها دارت بلاصتها في الأسواق الجزائرية كاليتي وبري. كان لي شرف أني نكون حاضر هنا الليلة الطبعة هذه، قدمت اللمسة تاعي، ونتمنى المزيد من النجاحات لشركة ريلان، وهذا تحفيز أي إنسان أنه حاب يبدأ شركة. دونك ريلان ستان بتي إكزامبل. لتساهم شركة ريلان بشكل فعلي وحساس بتحريك عجلة النشاط الاقتصادي بالمنطقة بتقديم أفضل المنتوجات المتميزة بجودة رفيعة ومعايير عالمية، لتساهم في بناء اقتصاد وطني رفيع ومشرف داخل وخارج الوطن. فكل الشكر والتقدير والاحترام لصاحب شركة ريلان. نتمنى كل الخير للشعب الجزائري، نتمنى كل التوفيق للجونس الجيريان، الشباب الجزائر وشابات الجزائر، نتمنى لهم كل الخير، نتمنى كل الخير للجزائر.